بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور عاطف المصمودي، أستاذ مشارك بكلية علوم الحاسب الآلي بجامعة الملك خالد. حنواصل إن شاء الله سلسلة الفيديوهات التعريفية بالبرمجة التنافسية، وحنخصص إن شاء الله الفيديو هذا لتقديم أهم النصائح التي يمكن أن يتبعها الطلاب للحصول على أفضل نتائج في المسابقات البرمجية. يعني في الحقيقة هي 7 نصائح. النصائح هذه يقدمها الكاتب ستيفن هيلم في كتابه Competitive Programming Third Edition لتحصيل أفضل النتائج في المسابقات البرمجية. النصيحة الأولى كتابة الأكواد بسرعة. يعني تعتبر هذه النصيحة من أهم النصائح العملية في المسابقات البرمجية، هي كيفية إتقان واستعمال الكيبورد والكتابة بسرعة. في كثير من الأحيان نرى أن الفارق في الترتيب بين فريقين هو بضع دقائق، والسبب يعود أن فريق يتقن استعمال الكيبورد والكتابة بطريقة أسرع وأنجع من الفريق الآخر، كما أنه بطبيعة الحال الزيادة من سرعتك في كتابة الكود يوفر لك المزيد من الوقت للتفكير في بقية المسائل واقتراح خوارزميات لحلها. في العديد من المواقع التي يمكن أن تساعدك في تعلم استعمال الكيبورد بالطريقة المثلى حتى تحسن من سرعتك في الكتابة. بالنسبة للنصيحة الثانية، تحديد نوع المسألة وبسرعة. يجب على كل مبرمج أن يكون قادرا على تحديد نوع المسألة بسرعة وتحديد الخوارزميات المثلى لحل هذه المسائل. مثلا لو عندي، مش أعطيكم يعني مثال على بروبلم معين، لو عندي مجموعة من المدن والمدن هذه تكون مربوطة بطرقات وكل طريق عنده طول، ولو شخص يعني يريد يمشي من مدينة إلى مدينة أخرى باتباع أقصر طريق ممكن، يعني البروبلم هذا نوعه هو الجراف ثيوري، وفي عديد من الخوارزميات اللي يمكن للطالب أنه يستعملها عشان يحل هذا النوع من المسائل. نعطيكم مثال آخر، لو كان عندكم مثلا عددين A and B وتريدوا تحسبوا كم موجود من prime numbers between A and B، يعني ما هي الأعداد الأولية التي موجودة بين العددين A and B، يعني هوني نوع البروبلم هو النمبر ثيوري. نعطيكم مثال ثالث، لو نعتبر عندي N points in two dimensional space والمطلوب من المسألة أني نبحث على أقل عدد من الخطوط التي تمر من كل النقاط، في هذه الحالة نوع البروبلم يكون computational geometry. وفي أنواع كثيرة من البروبلمز مثل greedy, divide and conquer, dynamic programming, mathematics, signal processing and many other problems. بالنسبة الآن للنصيحة الثالثة، إتقان تحليل الخوارزميات. في المسابقات البرمجية وعندما نطرح خوارزمية لحل مسألة معينة، يجب أن أتأكد من أن هذه الخوارزمية ستقوم بإعطاء الأوتبوت الصحيح ضمن قيود الزمن والمساحة المحددين. بطريقة أوضح نتكلم هون عن التايم أند سبيس كومبلكسيتي. يعني في أغلبية الأحيان يمكن اقتراح العديد من الخوارزميات لحل مسألة معينة، بعضها قد لا يكون سريع بشكل كافي أو يحتاج ميموري كبيرة ويتجاوزون بذلك الحدود المبينة بشكل واضح في المسألة. إذن الاستراتيجية المثلى لتخطي مثل هذه الصعوبات هي التمرن على إتقان تحليل الخوارزميات والتفكير بعمق وأخذ بعين الاعتبار الworst cases لاقتراح الخوارزميات المثلى والتي تعمل ضمن قيود الزمن والمساحة المحددة. بالنسبة للنصيحة الرابعة، احتراف لغات البرمجة. يعني أغلب محترفي البرمجة التنافسية يفضلون استعمال لغة C++، لأنه بكل بساطة C++ توفر مكتبة تسمى Standard Template Language والتي تحتوي على العديد من الخوارزميات والداتا ستراكشرز، والتي يمكن أن توفر كثير من الوقت والجهد في حل العديد من المسائل. ولكن أيضا أي مبرمج هو بحاجة إلى احتراف لغات برمجية أخرى مثل البايثون وعلى أهمها الجافا. يعني فعلى الرغم من بطء الجافا مقارنة بالC++ والسي، إلا أن الجافا يعني تمتلك مكتبات وأي بي آيز فعالة مضمنة بها. وفي بعض الأحيان قد تعتبر اللغة البرمجية المستعملة هي الحل الأمثل لحل مسألة ما. فمثلا لو طلب منا حساب الفاكتوريال أوف 25
فأن هذه القيمة مساوية ل 26 رقم، وهذه القيمة تتجاوز بشكل كبير مجال أكبر عدد في السي بلس بلس، والذي يساوي يعني في الغالب 2 to the power of 64 minus 1، يعني الداتا تايب يكون unsigned long long. وبالنسبة للunsigned long long في السي بلس بلس أكبر عدد يكون متكون من 20 رقم. يعني في الأخير لو نستعمل سي بلس بلس ما نقدرش نحسب الفاكتوري اوف 25. في هذه الحالة يمكن استعمال الجافا ومكتبتها البيك انتجر لحل مثل هذه المشاكل. بالنسبة للنصيحة الخامسة، اتقان كيفية اختبار الكود. يعني عندما تقرأ مسألة معينة وتقوم بتحديد نوعها وتصمم الخوارزمية المناسبة لحلها، بحيث تكون تقريبا متأكد وبنسبة كبيرة من أن هذه الخوارزمية قادرة على حل المسألة ضمن قيود المساحة والزمن، وعندما تقوم بإرسال الكود إلى الحكام وما يسمى كذلك بالجادجتس لكنك لا تحصل على الأكسبتت، في هذه الحالة يمكن أن تكون الخوارزمية التي اقترحتها لم تأخذ بعين الاعتبار كل الحالات. يعني يمكن أن تكون هناك يعني some special cases والتي قد تكون مختفية ومضمنة ضمن نص المسألة لم تخطر بذهنك لما صممت الخوارزمية، وبذلك يجب عليك أن تقوم بتصميم حالات اختبار تغطي كافة حدود المسألة للتعرف عن مكان الخطأ. النصيحة السادسة وهي التمرن باستمرار. يعني البرمجة التنافسية هي رياضة ذهنية تنافسية ممتعة، ويجب عليك التمرن بانتظام لتحقيق أفضل النتائج. يوجد العديد من الكتب والمواقع التي توفر عدد كبير من المسائل بمستويات صعوبة متفاوتة ومن أنواع عديدة. لعل من أهم هذه الكتب هي Competitive Programming 3rd Edition لكاتبه ستيفن هيلم، ومن أهم المواقع Codeforces والذي يحتوي على آلاف من المسائل وينظم العديد من المسابقات بصفة منتظمة. النصيحة الأخيرة، النصيحة السابعة والأخيرة، التمرن على العمل الجماعي. يعني حسب خبرتي الشخصية بمسابقات البرمجة التنافسية ومساهمتي في تدريب وتكوين مئات الطلاب المشاركة في هذا النوع من المسابقات، يمكن أن نعتبر أن العمل الجماعي هي من أصعب وأهم المهارات التي على كل شخص اكتسابها. ولعل الطلاب الذين يتدربون ويشاركون ضمن فرق في مسابقات البرمجة تتكون لديهم هذه المهارة ويطورون استراتيجيات ناجعة وفعالة لتقسيم العمل والمجهود على أعضاء الفريق وتحقيق أفضل النتائج.